السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب المرحلة الثانية، محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون عن دوائر الدرجة الأولى. بالبداية خلي نعرف شنو المقصود بدوائر الدرجة الأولى. دوائر الدرجة الأولى المقصود بها هي الدوائر الكهربائية اللي تحتوي على عنصر خزن. يعني مثل إيش عنصر الخزن؟ مثل عندنا المتسعة أو الملف. طبعا مثل ما نعرف احنا المتسعة والملفية تعتبر من عناصر الخزن الكهربائي، وهذه الدائرة ايضا شو نسميها؟ نسميها الفيرست اوردر سيركت، يعني مثل ما قلنا دوائر الدرجة الاولى. طبعا هاي التسمية جاية من انه التيار عندي والفولتية اللي يتكون بهاي الدائرة واللي يمر بهاي الدائرة شو يكون لي؟ يكون لي معادلات تفاضلية من الدرجة الاولى اللي نسميها فيرست اوردر ديفرنشيال اكويشن، ولهذا سميناها دوائر الدرجة الأولى. هسه عرفنا الاسم مال هاي الدوائر منين مشتق. هسه نجي نريد نعرف أنواع دوائر الفيرست أوردر سيركت. طبعا عندنا نوعين رئيسيين من أنواع دوائر الفيرست أوردر سيركت. النوع الأول نسميه دوائر الريزستر أند كاباسيتر، اللي هي الدوائر اللي تحتوي على متسعة واحدة ومجموعة مقاومات أو مقاومة واحدة. يعني الدائرة ممكن تحتوي على مقاومة واحدة أو مجموعة مقاومات، لكن تحتوي على متسعة واحدة فقط. أما النوع الثاني اللي نسميه ريزيستر أند إندكتر سيركت، فهي الدوائر اللي تحتوي على مقاومة واحدة أو مجموعة مقاومات مع ملف واحد فقط. هسه نجي نتعرف على التطبيقات لدوائر الدرجة الأولى. طبعا هنالك عدة تطبيقات لدوائر الدرجة الأولى، من بين هذه التطبيقات الفلاش لايت اللي موجود بالكاميرات، سواء الكاميرات اللي بالموبايل أو الكاميرات الأخرى للتصوير، اللي نستخدم الفلاش لايت مثل ما هو معروف بالنسبة لنا في عندما نحتاج إلى التصوير في المناطق المظلمة. أيضا وين نستخدمه؟ نستخدمه في الإشارات، في الإنارة التحذيرية. يعني مثلا عندنا في أبراج الاتصالات، في أبراج الكهرباء العالية، نلاحظ انه اكو مصابيح باللون الاحمر او باللون الاصفر، فهذه المصابيح تشتغل وتطفى يعني بشكل لحظي، ثواني تطفى وثواني تشتغل بشكل متكرر. وايضا في المواقع العمل، يعني مثلا في الشوارع عندما يكون اكو شارع بعمل ليلي فيخلون اشارات تحذيرية. كذلك تستخدم دوائر الدرجة الاولى في من دوائر القدح الاجنيشن سيركت مال السيارات اللي احنا نسميه ديلكو. ايضا وين يستخدم؟ تستخدم دوائر الدرجة الاولى في دوائر الديلي والريلي سيركتس، يعني المرحلات اللي تستخدم في الدوائر الكهربائية. هسه خلينا نجي نتعرف وياكم على معلومات عامة عن المتسعات. طبعا المتسعات هي دوائر كهربائية تتكون من لوحين موصلين مع عازل، مثل ما تلاحظون امامكم بهذا الشكل، شكل رقم واحد. هنا عندنا اللوح الاول هو البليت اي اللي موصل لتكون اشارته موجبة او قطبيته موجبة، واللوح الثاني اللي هو البليت بي اللي يكون ايضا موصل وتكون اشارته سالبة، وبالوسط اكو عندنا عازل. الرمز الكهربائي للمتسعة هذا اللي امامنا نشوفه، هنا عندنا عبارة عن خطين متوازيين، هنا هذا القطبية إشارة موجبة وإشارة سالبة. التيار اللي يمر من المتسع نسميه الآي سي، والفولتية على طرفي المتسع نسميها البي سي. طبعا تجاريا هنالك عدة أنواع من المتسعات، أنا حبيت أخليكم إياها بالمحاضرة على مود تشوفون أو تتعرفون على بعض أشكال المتسعات. هنالك طبعا أنواع أخرى، لكن هي خلينا نقول الشائعة الاستخدام من المتسعات. عندنا هذا على اليسار، عندنا المتسعات نسميها السيراميك كاباسيتر، عندنا هنا بالاعلى الالكترولايت كاباسيتارز، عندنا هنا الكربون فيلم كاباسيتر، وعندنا التاتيليوم كاباسيتر هنا في جهة اليمين، وهنالك مثل ما قلنا انواع عديدة. نجي الى التيار اللي يمر بالمتسعة، شلون نعبر عنه رياضيا؟ نعبر عن تيار المتسعة الاي سي ويساوي لنا سي دي في سي باي دي تي، يعني مشتقة الفولتية على طرفي المتسعة بالنسبة للزمن مضروبة في سعة المتسعة ينطيني تيار الآي سي. هسه نيجي على الاندكتر. الاندكتر أو الملف. الملف هو شنو؟ من ايش يتكون؟ الملف عادة هو معروف عبارة عن سلك من النحاس يتم لفه بشكل مثل ما تلاحظون بالصورة اللي أمامكم، عدة لفات
وبالتالي راح نحصل على ما يعرف بالاندكتر او الملف. هذا الملف الرمز الكهربائي اللي هو هنا اللي تلاحظوه امامكم هو هذا التيار، يمثل تيار الملف الاي ال، وهنا عندنا الفولتية على الملف نسميها الفي ال. وكذلك الحال مثل ما شفنا بالمتسعات، هنالك عدة انواع من المتسعات. عندنا ايضا بالنسبة للمحاثات الاندكتر انواع ايضا عندنا من المحاثة. عندنا النوع هذا اللي على اليسار اللي هو الاي، هو يمثل لي محاثة هوائية. المقصود بها شنو؟ نجيب سلك نحاس ونلفه بشكل مثل ما تلاحظوا امامكم عدة لفات بدون ما نستخدم اي مادة باللف. عندنا النوع الثاني البي، هو نوع نسميه الايرون كور، يعني القلب الحديدي. يعني هنا بهالحالة راح نجيب السلك النحاسي ونلفه على قلب حديدي ونحصل على هذا المحاثة اللي نسميها الاندكتر ايرون كور. اما النوع الثالث هذا اللي على جهة اليمين اللي هو السي، فيمثل لي محاثة متغيرة راح تكون ايضا ملفوفة على قلب حديدي، وتكون هنا هاي النوع من انواع المحاثات متغيرة، بينما نوع الاول الاي والبي تكون محاثات ثابتة. هسه اذا نجي نعبر رياضيا عن الفولتية على طرفي الملف اللي نسميها في ال، فتساوي لنا ال دي اي ال باي دي تي. يعني اذا اخذنا مشتقة التيار اللي يمر بالملف بالنسبة الى الزمن ضربناه في قيمة المحاثة، فش نحصل؟ راح نحصل على الفولتية على طرفي الملف. هسه نجي الى تعريف السورس فري. شنو المقصود بالسورس فري؟ السورس فري الى معنيين. المعنى الاول او الى فد نقطة لازم ننتبه لها. النقطة الاولى المقصود بالسورس فري يعني المصدر الحر، انه تكون الدائرة الكهربائية اللي عندنا اللي مثل ما قلنا هي دائرة الفيرست اوردر سيركت، ينقطع عنها التيار المستمر بشكل كامل عن الدائرة الكهربائية. اذا الدي سي سورس راح يقطع بشكل مفاجئ، فبالتالي شنو؟ راح تشتغل الدائرة بدون مصدر تيار كهربائي. النقطة الثانية اللي لازم ننتبه لها او اللي نعرف من خلالها السورس فري، انه الطاقة المخزونة بالملف او بالمتسعة شبيهة راح تكون ريليزد، يعني معناتها راح تبدي تفرغ. وين تفرغ؟ طبعا راح تفرغ بالمقاومة، لان احنا مثل ما نلاحظ هنا في دائرة الار سي سيركت او الار ال سيركت، ايش عندي؟ عندي متسعة او عندي ملف، وهذن اثنيناتهم خازنات للطاقة. فلما يكون عندي سورس فري، فالطاقة الموجودة بالملف او بالمتسعة راح وين تفرغ؟ تفرغ بالمقاومة، ولهذا سميناها هاي الدوائر دوائر السورس فري. هسه نجي ناخذ وحدة من دوائر السورس فري اللي هي دائرة السورس فري ار سي سيركت، على اعتبار احنا مثل ما جينا بالبداية عرفنا انواع دوائر الفيرست اوردر سيركت، دوائر الدرجة الاولى قلنا نوعين، النوع الاول دوائر اللي الار سي ودوائر الار ال. فهنا بهذا الجزء اليوم من محاضرتنا راح نتعرف على دوائر الار سي، وبعدين راح نعطيكم دوائر الار ال في المحاضرة القادمة. فاذا مثل ما تلاحظون بالشكل الامامكم شكل رقم 6، هاي الدائرة نسميها دائرة سورس فري ار سي. فدائرة السورس فري ار سي هنا عندنا بهاي الدائرة اكو عندي هنايا مقاومة وهنايا عندي متسعة مربوطة على التوازي. ومثل ما نوهنا سابقا انه هذه المتسعة دائما تكون مربوطة بالتوازي مع المقاومة. هسه عندنا اكو ملاحظات عامة عن دوائر السورس فري ار سي سيركت. الملاحظة الاولى اللي تخص المتسعات، عندنا المتسعة دائما الفولتية على طرفيها تكون ثابتة، فهذا شيء يؤدي انه يكون التيار على طرفي المتسعة يساوي صفر، فبالتالي راح نعتبر ان المتسعة هي عبارة عن open circuit. يعني شنو المقصود به؟ يعني الفولتية اللي تشحن المتسعة او الدي سي المصدر مالتنا دائما يكون ثابت مو متغير. فبالتالي شي يكون عند التيار لما تكون عند الفولتية ثابتة، اذا التيار راح يكون اللي يمر بالمتسعة صفر. فمن يكون التيار يمر بالمتسعة صفر، يعني هذا شو نفسره؟ نفسره ان المتسعة تكون مفتوحة open circuit. النقطة الأخرى اللي لازم ننتبه لها، إنه عملية شحن المتسعة هي ما راح تتم بشكل لحظي وإنما تدريجي، لأن المتسعة هي تشبه تشبه بشكل كبير دوائر البطارية. البطارية تنشحن عادة بشكل يعني مو بشكل لحظي، وإنما تأخذ فترة من الزمن لغرض الشحن.
هسه نجي بما انه البطارية، العفو، بما انه المتسع اذا نفترضها انه هي مشحونة بالبداية بالنسبة لدوائر السورس فري ار سي سيركت، فهذا يؤدي ان الفولت طبعا شو وقت تكون مشحونة عند الزمن تي يساوي صفر، فبالتالي الفي اوف زيرو يساوي لنا الفي نوت. يعني ما معناها ان الفولتية عند الزمن صفر تساوي لنا الفي نوت، فبالتالي الطاقة اللي مخزونة بالمتسع راح نعبر عنها لما يكون عندي الفي اوف زيرو يساوي الفي نوت يساوي لنا الاوميجا زيرو، على اعتبار ان عوضنا عن الزمن بزيرو، يساوي لنا نصف سي في نوت سكوير. هسه اذا طبقنا قانون الكيرشوف كرنت لو على هاي الدائرة البسيطة اللي امامنا اللي هي دائرة الار سي سيركتس، راح نحصل انه مجموع التيارين الاي سي اللي هو التيار المتسع زائد التيار المقاومة مجموعهم يساوي صفر. اما ليش يساوي صفر؟ لان هنا المصدر مالتنا شبيه مقطوع، ما عندي اي مصدر. هسه نيجي على المعادلات اللي تخص الاي سي. الاي سي اللي هو التيار المتسع المعادلة اللي تخصها هي تساوي لنا سي دي في باي دي تي اللي سبق وتطرقنا الها سابقا بالمحاضرة مالتنا. اما بالنسبة لتيار المقاومة فهو معروف حسب قانون اوم، نقدر نحسب تيار المقاومة اللي يساوي لنا في اوفر ار. فبالتالي اذا جينا عوضنا عن قيمة الاي سي والاي ار في هاي المعادلة رقم 5 راح نحصل على انه السي دي في باي دي تي زائد دي دي زائد في اوفر ار يساوي صفر. هسه او ممكن نكتبها بصيغة اخرى، نقسم الطرفين مال المعادلة هاي على السي فيصير عندي دي في باي دي تي زائد في على ار سي يساوي صفر. اذا مثل ما نلاحظ هذه المعادلة اللي الاخيرة اللي وصلنا الها 6 8 او 9 هي تمثل معادلة First Order Differential Equation مثل ما نوهنا عنها، اللي هي معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى. فبالتالي هاي المعادلة التفاضلية لازم نحلها، فلذا نريد نحل هذه المعادلة ايش راح نسوي؟ راح نعيد ترتيب هاي المعادلة 8، فراح ننقل الطرف الأيمن 9 العفو، راح ننقل هذا الطرف ال VR over RC إلى جهة البعد اليساوي ونأخذ التكامل للطرفين. فبالتالي شو نحصل؟ ناخذ التكامل هنا للطرفين بعد ما قلنا نساويها، فراح نحصل على معادلة الاخيره اللي هي شو تساوي؟ اللي تساوي لين في يساوي ناقص تي على ار سي زائد لين الاي. لين في منين حصلنا عليه؟ هنا مثل ما هو معروف التكامل يلغي التفاضل، يعني متساويين او خلينا نقول المحصله مالتهم واحد، فبالتالي يصير عندي بالمعادله رقم 12 واحد على في، فالواحد على في المقلوب ماله هو اللين في، راح ناخذ اللين للطرفين، فبالتالي صارت عندي معادلة 13 بهذا الشكل. هسه نيجي على الطرف الاخر او تكملة العفو المعادلة، هنا طرفين ووسطين راح نحصل على معادلة الفولتية اللي تساوي لنا الفي اوف تي، يعني الفولتية كدالة الزمن، كدالة للزمن تساوي لنا الاي اي اس ناقص تي على ار سي. او ممكن نكتب هاي المعادلة بعبارة اخرى، وهي انه بما انه الفولتية من بداية عرفناها قلنا الـ V of 0 يساوي لنا الـ V نوت ويساوي A، فإذا راح أعبر عن الـ A أو أساويه الـ A أعوض عن الـ A بالـ V نوت، فإذا نصير عندي الـ V of T تساوي لنا الـ V نوت بالـ E أس ناقصا T على R C. هسه عندنا شنو المقصود بالـ Natural Response؟ المقصود بالـ Natural Response هو انه اداء الدائرة او يعني معناته استجابة الدائرة لما تكون الفولتية المسلطة، يعني ما عندي لا مصدر فولتية ولا مصدر تيار، يعني الدائرة بدون مصدر، مقطوعة الفولتية مصدر الفولتية او مصدر التيار. هسه نيجي الى ثابت الزمن التايم كونستانت اللي هو نرمز له بالتاو. التاو المقصود به بالنسبة لهذه الدائرة هو الديكي فاكتور. يعني شنو المقصود به؟ الديكي، الديكي الانحدار راح نشوفه هنا بهذا الشكل او المنحني، العلاقة ما بين الزمن والفي اوف تي، ما بين الفولتية والزمن. نلاحظ بهذا المنحني انه الفي هنا تكون اكسبوننشال ديكي، يعني تبدي قيمتها عالية وتنزل الى ان تصل الى قيمة الصفر بعد مرور فترة زمنية معينة. هذا دلالة على انه شنو اللي راح يصير بهاي الدائرة. احنا مثل ما قلنا بالبداية المتسعة تكون مشحونة، فراح تبدي تفرغ الشحنة وين مالتها؟ تفرغها بالمقاومة، لكن شنو؟ ما تفرغها بشكل لحظي، وإنما اكو في الزمن معين مع مرور الزمن نلاحظ ان الشحنة تبدي تنخفض او الفولتية تبدي تقل الى ان تصفر المتسعة، وبالتالي عندنا يصفر شنو؟ تصفر الفولتية.
عند زمن معين. هسه عندنا هنا اذا نجي ناخذ الواحد على الاي الاكسبوننشال، فشي يصير عندي؟ اللي يصير عندي 36.8%، يعني القيمة الأولية للفولتية راح توصل عندي عند الـ 0.368 من الـ V نوت من الـ Initial Value. راح نحصل على شنو؟ راح نحصل على الـ Initial Value مال الفولتية. هسه إذا نيجي نعرف التاو اللي هو مثل ما عرفناه هو يمثل التايم كونستانت اللي هو عادة يساوي الزمن، يعني هنا T يساوي لنا تاو، فالتاو يساوي لنا RC يعني حاصل ضرب المقاومة، بالمتسع نحصل على الثابت الزمني. فإذا جينا عوضنا عن التاو بالمعادلة السابقة الأخيرة اللي هي مثلا معادلة رقم 16، فنحصل على أنه الـ V of T يساوي لنا الـ V نوت بالـ E اس ناقص T over tau. هذه هي المعادلة الأخيرة مال حساب الفولتية في دائرة السورس 3 RC circuit من الـ First Order. هسه نيجي هنا الى المفتاح. طبعا الدائرة الكهربائية هي عادة تكون بها مفاتيح مفتاح كهربائي، هذا المفتاح الكهربائي يكون عندي فترة غلق وفترة فتح. فانواع هذا الشكل امامنا مجموعة من المفاتيح الكهربائية اللي تستخدم بالدوائر الكهربائية. طبعا هنا المفتاح شنو الغاية من وضعه بالدائرة؟ لان احنا نريد نتخيل شكل الدائرة لما احنا الدائرة مغلقة، يعني المفتاح مغلق ويمر والمتسع دا تشحن، وبعدين لما نطفي هذا المفتاح وش يصير عندي هنا؟ راح تبدي المتسعة هي تجهز كهرباء للدائرة، مثل ما قلنا تبدي تجهز كهرباء للدائرة، وهذا التيار الكهربائي راح يمر بالمقاومة، او اذا كان عندي مجموعة مقاومات راح يمر بمجموعة مقاومات. راح تتوضح عندنا الفكرة اكثر من خلال هذا المثال اللي راح نحل لكم اياه، اللي هو مثال رقم 1 اللي هو شي يقول بهذا المثال. For the RC circuit shown in figure 10، هذا الشكل رقم 10، the switch in the circuit has been closed، يعني تم غلقه لفترة من الزمن. Before it opened at T يساوي 0، يعني ما معنى هذا المفتاح كان مغلق، وبالتالي المصدر هذا الخمسة فولت دي سي يجهز تيار كهربائي الى هذه الدائرة، وبالتالي المتسعة قاعد تشحن. هذا الفترة هي قبل الصفر، لكن عند زمن T يساوي 0 ايش صار بالمفتاح؟ فتحنا، فبالتالي انقطع عندنا المصدر. المطلوب شنو هسه عندي؟ المطلوب هو حساب الفولتية الـ VC of T، يعني الفولتية مال الدائرة الـ RC عند ما يكون الزمن اكبر او يساوي صفر، وفولتية المقاومة، يعني هنا المطلوب حساب فولتية المتسعة وفولتية المقاومة. طبعا يا مقاومة الدائرة ككل، لان هنا مثل ما تلاحظ ان الدائرة بها مجموعة مقاومات، فهنا راح نحسب المقاومة مال الفولتية مال المقاومات بالدائرة. هسه عندنا الحل. الحل هنا اول شيء ايش راح نجي بالحالة الاولى لما عندي المفتاح، يعني مثل ما تلاحظ بهذا الشكل لما يكون المفتاح مغلق كلوز، هنا ايش راح يصير؟ هنا المتسعة تعتبر شنو؟ تعتبر open circuit. ومثل ما نوهنا عنه بالبداية قلنا لما يكون عندي الفولتية دي سي فاحنا نتعامل مع المتسعة ك open circuit، فلما تكون open circuit التيار يكون مالتها صفر، ما عندي اي تيار، وهاي الملاحظة نبهنا عنها او نوهنا عنها بالبداية. فهنا الدائرة المكافئة راح تكون هذا الشكل. فاذا بالبداية راح اجي احسب شنو؟ راح اجي احسب الفولتية على طرفي المتسعة. فالفولتية على طرفي المتسعة شو تساوي؟ هنا عندي مقاومتين على التوالي ومقاومة على التوازي، فهنا راح نجمع الار المقاومتين اللي هي الاثنين والاربعة توالي على التوازي مع من؟ مع هاي المقاومة اللي هي الستة اوم. فاذا راح نجمع 2 + 4 على 2 + 4 زائد 6 ونضربه شنو؟ نضرب بالفولتية الاصلية نطلع البي سي. طبعا هنا مستخدمين الفولتج ديفايدر اللي احنا اخذناه السنة الماضية بدوائر كهربائية في مادة في الدوائر الكهربائية. هسه نجي راح نحسب الثابت الزمني التاو اللي هو يساوي لنا الار سي، لا فقط مجرد تعويض قيمة الار اللي ناطيني اياها اللي هي قيمتها 6 اوم هذه المقاومة، في قيمة السعة اللي هي السي اللي عندي موجودة ناطينيها بالسؤال 2، فأضرب 6 × 2 يطلع عندي 12 الثابت الزمني. طبعا وحداته هو سكند، التاو هو الثابت الزمني التايم كونستانت وحداته سكند.
هسه نيجي هنا الخطوة الرابعة ايش راح نسوي؟ راح نيجي ناخذ لما يكون الزمن صفر ولما يكون الزمن اكبر من صفر. فلما وبالحالتين او الحالة الاولى لما يكون الزمن صفر حسبنا الفولت هي على طرفي المتسعة طلعت 2.5 فولت مثل ما شفنا بالهاي الحالة لما حسبناها. ونيجي بالحالة الثانية لما يكون الزمن اكبر من صفر ايش راح يصير عندي؟ التاو طلعناه 12 مثل ما حسبناه هنا قبل قليل. فبالحالتين ايش راح احسب؟ راح احسب الفي الفولتية على المتسعة في هاتي الحالتين. فبالتالي راح يطلع عندي ال VC of T يساوينا ال VC of 0 بال E اس ناقص T على تاو. هنا فقط مجرد راح اعوض بالارقام، ال VC of 0 حسبناه هو 2.5 والتاو حسبناه 12، فراح نعوض تطلع عندي هذه المعادلة النهائية. فالخطوة الأخيرة حساب الفولتية على المقاومة. هسه حساب الفولتية على المقاومة ايش راح نجي نسوي؟ راح نجي ناخذ المقاومتين ذني. هسه هنا بالحالة طبعا الثانية ايش راح نفترض؟ نفترض ان المصدر هنا هسه او المفتاح انفتح مفتوح، ولهذا الدائرة صارت عندي بهذا الشكل، لأن المصدر هسه حاليا نحكي احنا مقطوع. فبالتالي راح يصير عندي الدائرة المكافئة هي مقاومتين على التوالي مع متسع، او المتسع هي تمثل مصدر الفولتية هسه عندي بالدائرة بعد ما انقطع المصدر الأصلي. فإذا عندنا الـ VR يساوي لنا 4 على 2 زائد 4 بالـ VC of T، ويساوي لنا 4 على 6 في 2.5 بـ E أس ناقص T على 12 اللي هو تمثل لي التاو، ويساوي لنا 1.67 E أس ماينس T over 12 فولت. إذا هي هاي المعادلة النهائية الخاصة بالفولتية المطلوب حسابها. وشكرا جزيلا لكم، اتمنى ان تكتبوا لي على التليجرام، على العفو على الجوجل كلاس روم، اذا عندكم اي اسئله واستفسارات تخص محاضره اليوم. شكرا جزيلا لكم.